صدقات كثيرة ولم يزكي، لم يقبل الله عز وجل منه هذه الصدقة، ولو أنه تنفل كما تنفل ولكنه لا يصلي الصلوات لم يقبل الله عز وجل منه النوافل. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها. ثم ماذا يترتب على هذه الثمرة العظيمة؟ قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه. فإذا اعلم أن الله عز وجل إذا ما أعطاك الخلل، انظر إلى الخلل، انظر لماذا ما أعطاك الله، انظر لماذا ما تقبل الله عز وجل دعاءك. هل هناك موانع؟ فإن لم يكن هناك موانع فلعل الله عز وجل ادخرها لك سبحانه وتعالى. قال: ولئن سألني لأعطينه. من هذا الذي لا يحب أن يسأل الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغضب على المرء، إن الله لا يغضب على المرء إن لم يسأل ربه، إن الله يغضب على من لا يسأله. سبحان الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ابن آدم يغضب إذا سألته. والله عز وجل بابه مفتوح، بابه مفتوح، ترفع يديك إلى الله عز وجل، والله عز وجل لا يستحي من العبد يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. فالله عز وجل بابه مفتوح. من هذا الذي ابتلي بالمرض؟ ومن هذا الذي ابتلي بأشياء كثيرة؟ أين أنت من باب الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل: أمن يطيع يجيب المضطر إذا دعاه. جاء رجل إلى أحد السلف فقال له: ادع الله لي. قال: لما؟ قال: أنا مضطر. قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أإله مع الله؟ الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي يسأل سبحانه وتعالى، وهو الذي يستعان به، وهو الذي يستغاث به سبحانه وتعالى. فأين أنت من التقرب إلى الله وطرق باب الله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل وسؤال الله عز وجل؟ فإن الله عز وجل يحب العبد الذي يلح في الدعاء. عباد الله، أنتم في هذا الشهر المبارك لا يزال أمامكم ما يقارب 20 يوما. أروا ربكم منكم خيرا. يري ربنا عز وجل، لا بد أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا، وأن نجعل هذا الشهر شهر مدرسة لما بعده. ولا يعبد الإنسان ربه في رمضان فقط، فإن من عبد الله في رمضان فإنه يظن أن هناك رب لشوال ولشعبان ولغيره من الشهور. رب رمضان هو رب شوال، ورب رمضان هو رب شعبان. فالذي أمرك أن تحجز نفسك عن الهجر وعن الكلام السوء، الله عز وجل هو الذي أمرك في رمضان، وهو الذي يأمرك في شعبان وشوال وغيرها من الشهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لله حاجة، ليس لله حاجة من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فالله عز وجل غني عن عبادتنا، ولكننا نحن الفقراء إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرفعه إلى ربه، يقول الله عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، احمد الله في ذلك اليوم الذي تتمنى من أحسنت إليه في الدنيا أن يعطيك حسنة واحدة. تفر الصاحبة من زوجها، وتفر الزوجة من زوجها، ويفر الولد من والده، ويفر الوالد من ولده. في ذاك اليوم تكون أنت قد يكون محتاج لحسنة واحدة، وكل في ذاك اليوم شحيح بها.
لأن النجاة في ذاك اليوم كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أهل الخسارة في ذاك اليوم خسارة عظيمة، خسارة رأس المال، خسارة الدين، خسارة سرمدية أبدية والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذاك. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ربحوا في ذاك اليوم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يقال لهم ادخلوها آمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، حاسب نفسك، حاسب نفسك في هذه الدنيا. يقول علي رضي الله عنه: إن هذه الدنيا إن هذه الدنيا عمل بلا حساب، وإن الآخرة حساب بلا عمل. نعم والله، قد يستعجل المرء الخير في هذه الدنيا، قد يعمل الخيرات، ولكن الله عز وجل يبتليه، والله عز وجل قد يضيق عليه في بعض العيش، ويظن أنه لا بد أن يطرق باب الحرام، ويظن أنه لا بد أن يطرق باب المحرم. لا والله، إن الله عز وجل يبتليك في هذه الدنيا، فإذا رآك أنك لا تؤمن بأن الله عز وجل هو الرزاق وحده حبس عنك، وإذا رآك أنك تؤمن بذلك اختبرك وامتحنك ثم أعطاك سبحانه وتعالى، فهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. ولكنكم قوم تستعجلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، هذا الطير الذي يخرج من عشه يبحث عن الغذاء، هذا الطير الذي توكل على الله ولكنه فعل الأسباب، ما بقي في عشه، فعل الأسباب وتوكل على مسبب الأسباب، هذا الطير خرج ليبحث عن الطعام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب جائعة وترجع إلى عشها وقد امتلأ بطنها. الله أكبر، الله عز وجل هو الرزاق وحده لا شريك له. ولذلك هذه الأسباب إنما هي أسباب وليست هي المسببة. ولذلك الله عز وجل يقول: يهب لمن يشاء الإناث، يهب لمن يشاء الإناث، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فقد يتزوج المرء وهو يفعل السبب، ولكن مسبب الأسباب لم يجعل السبب يعمل فجعله عقيم. فالله أكبر، الله عز وجل هو الذي ينبغي علينا أن نتمسك بذكره. وأنت تعلم يا عبد الله أن ذكر الله عز وجل موصل إليه. يقول النبي صلى الله عليه، يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. ويقول الله عز ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الحي والميت، من هم الحي، من هم الأحياء، ومن هم الأموات. لو أنك سألت أي امرئ أو أي رجل قلت له من هو الحي، قال: الذي يدب على الأرض، الذي يمشي. ولكن ليس هذا هو الحقيقة. قال: مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. الذي لا يذكر ربه ميتا وإن مشى على الأرض ودب فإنه ميت، ووالله إنه لأسوأ من الأموات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: